النسخة رقم 30 من كأس السوبر الأفريقية تقدم لنا هذه الليلة. وقد لا يلعب المباراة. حميد اعتاد. الأهلي. ثانية للأهلي. اسعد الله اوقاتكم بكل خير في فلوق اليوم مباراة الاهلي المصري والرجاء المغربي. الرجاء مغربي مثل ما قال اليوم راح يكون عبارة عن السوبر الافريقي في استاد احمد بن علي ملعب الريان بين الرجاء المغربي والاهلي المصري. فخلونا نشوف المباراة وندخل الملعب. يا سلام اليوم مع النوفلي رجائي اثنين والكرة جول كرة جول. الهدف الأول هو حميد احداد. حميد احداد جول. طبعا يزن يسوي نفس حيادي بس هو متوقع ان الاهلي المصري راح يفوز. هناك هجمه خطره. للرجاء الدقيقة 42. رأيك يا أحمد باكر؟ شكل الأهلي راح يتعادل. شكله؟ أنا أقول في تعادل وفي هدف ثاني للرجاء. خبر من قبل اثنين واحد من الرجاء. الرجاء انتهى. أنا مرة أتوقع صح. Thank you.
أفضل مما كان. لا صراحة. الاهلي اقوى الاهلي يوصل الاهلي بس ما يسجل ما يخلص ما يخلص فاول من مكان خطير هذه الكره فيها شيء فيها شيء يا عزيزي ما يضرب راس زين يا قلت لك ما بدي اقول اغير كلام لمسة جد أم لا الحكم يسمع غرفة البار ماذا يقول رجعها لمكان رجع الكرة لمكان
الاعصاب 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 الاعصاب. انا متوتر. الرابع للرجاء. الرابع للرجاء. والله كبير. كبير كبير على طريقة الرائدين. حطها بالجول الخامسة بالجول يا جماعة الخير بالجول بالجول بالجول. واحدة سلام سلام سلام. المتعة لا زالت مستمرة يا عزيزي. واحدة بس واحدة واحدة الوضع يطلعها برا 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 مش في الجول. اوكي لي الرجاء المغربي. وهذه نهاية بلوغنا. أتمنى أنكم استمتعتوا فيه. تجربة جديدة في موضوع البلوغات. تنصحوني أكمل ولا يسد توقف. لا تنسوا السبسكرايب والاشتراك في القناة وتحطوا لايك عشان يظهر لأكبر عدد من المتابعين ويشوفوه. ولا تنسوا تعليقاتكم. فجروا الكومنتات وتشوفوا على خير. مع السلامة.